وينضم إلينا من بروكسل سلامة عطلة مراسل الغد. سلامة، الاجتماع الخاص بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المشاركون والأجندة. مرحبا حازم، مجموعة واسعة من القضايا على طاولة اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا، فنزويلا، القرن الأفريقي، ولكن ما يهم منطقتنا العربية أولى الملفات تتعلق بالتطورات في سوريا وكيفية التعامل الأوروبي. هناك مؤتمر دعا إليه الاتحاد الأوروبي في مارس القادم لحشد مزيد من الدعم لسوريا، مؤتمر سياسي إنساني ومانح أيضا. الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة 2011 قدم أكثر من 10 مليارات يورو، ولكن أمام ما قدمه من مساعدات إنسانية لم يحجز له مساحة كافية على الصعيد السياسي، وهناك تباينات في المواقف الأوروبية الأمريكية، لا سيما وأن الأوروبيين يعتقدون بأن المهمة ضد داعش لم تنتهي بعد على النقيض من الموقف الأمريكي. أيضا هناك نقاشات حول كيفية التعامل مع تهديد الرئيس الأمريكي بإطلاق سراح مقاتلي داعش الذين يحملون يعني جوازات سفر أوروبية، جنسيات أوروبية، إن لم تقم الدول الأوروبية باستقبالهم ومحاكمتهم داخليا. ما قيل في هذا الجملة، هذه المسألة بالمواقف الواردة للدول الأعضاء وليس شأنا أوروبيا جماعيا، وهذا يشير إلى نوع من التباين في طريقة التعامل مع هذا التهديد والارتباك بل والإحباط من السياسة الخارجية الأمريكية التي لا تنسق مع الأوروبيين في موضوعات أمنية وسياسية متعلقة بسوريا. ويصر الأوروبيون على قيادة الأمم المتحدة لعملية سياسية تفضي إلى انتقال سلمي وديمقراطي في سوريا دون تفرد جهة أو قيام جهة بعمل مناقض للمشروع الدولي الذي كان قائما ولم يعد كما كان عليه في السابق من قيادة أممية. هناك اجتماع أيضا مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بسوريا. أشكرك جزيل الشكر، سنكون في متابعة ذلك وكل تفاصيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. شكرا جزيلا لك سلامة عطلة مراسل غد، كنت معنا من بروكسل.